قصة خان عمدانه، قصة خان عمدانه، كرباجي شلخ تشليخ، يا عيني على اللي كانوا وتباعوا بسعر البطيخ. ترك الفارس ميدانه وبالغرب ترنخ ترنيخ، تارك سيفه لحصانه وعم بتاجر بالزرنيخ. يا خاننا لازم نبقى نتعلم كيف السرقة وكيف الحق الماسك حق. يا قلبي على هالحرقة، قصة خان عمدانه وكرباجي شلخ تشليخ، يا عيني على اللي كانوا وتباعوا بسعر البطيخ. يعني احنا تهجرنا في 48، اغلب شعبنا طلع على المخيمات، وين بعد بده يروح؟ احنا اللي طلع من قريته، قريه صفوري والقرى هاي، وهدموا لا اقل من 540 50 قريه، وهي ناس اللي قراها مهدومه. اجت الحركه، وين بدنا نروح؟ ما لنا محل، عشان هيك متماسكين هون. وعكا بالنسبه لنا خلقنا هون، شربنا ميتها، اكلنا، عشنا، لعبنا بساحاتها، طفولتنا هون، فعشان هيك متمسكين بعكا وما نقدر نفرح. لما بيطلع ابن عكا الاصلي من بوابه عكا بحلف بغربته، بقول وحياة غربتي. غربة لما بتترك وطن وبتكون غريب بأوطان غريبة. فتصور ابن عكا، مش مهم ايش انتمائه الديني ولا السياسي، شو بالنسبة له عكا؟ عكا اللي داخل السور وطن، بحس بالمهجر لما بيطلع من السور. والثناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في رباك. أول إشي أنا كثير بحب عكا لكونه منطقة اللي بتمتاز عن غيرها من المناطق، يعني هي مش زي أي بلد، محلها موقعها إن هي فيها سوار حد بحر، زوائقها، حاراتها، الناس اللي فيها، الأطفال اللي بيمشوا فيها، كله على بعضه إشي كتير حلو غريب. يعني بتلاقيش ولاد صغار بيمشوا بقلب زوائق لحالن أو بنطوا عن السور بتجرؤوا، غير بعكا، فهذا الإشي مميزة، فأنا بحب عكا كتير عشان هذا الإشي. قدوان 67 واحتلال الضفة وغزة، صار يجي هون مواطنين يبيعوا بضائع، حاملين هالكيس، حاملين الغرادن، يبيعوا بضائع عبارة الأواعي وما الأواعي وكوبايات وكذا. عنا ما كانش هذا الموديل، البضائع دور البضائع،
فكان بتعرف الناس تطلع على بيع بضايع بيع بضايع يعني ما تاخذ أهمية. فورا هذا بيع البضايع لكل شيء في خلفية، في خلفية مش من البلاش مش من الهواء إجا، هذا جاي منين؟ إيه جاي يعمل هون؟ جاي ببضايع، بس منين جاي؟ ليش تأجى؟ ليش تطلع يبيع هون؟ لأي فئة بنتمي؟ هذا بنت من الشعب الفلسطيني اللي محتل بلاده، في وراء مأساة شعب، شعب محتل. فإحنا شرحناها بقالب فني، الفن ضروري دوما يخدم فئات الشعب. الفن إذا بكون بعيد عن أحاسيس وقضايا الشعب بطل هذا فن. بقولوا الفن للفن، لا، الفن للناس، للفقير، للناس المعدومة. اصبر على مضض الحسود، إن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. كنا ب48 ساكنين بعز الدين، ولما صارت القصص اليهود يهجموا على البلاد ويطاحوا الأهالي وهيك، فإجوا ناس كتير من بريت عكا على عكا، يعني كانوا يقولوا دول من الزحافة. الزحافة هاي كانت زي يعني شكل سفينة، سفينة إنزال بقولوا لها الزحافة، كانت تجيب العالم من حيفا لعكا وتنزلهم على الشط يعني على البوابة، يفوتوا العالم ويتخبوا هون وهون وهون ويصيروا يحكوا. هي عكا فلسطين كلها، مش بس عكا، فلسطين كلها اللي هجرها بعملهن الشيطاني، لما بقصة دير ياسين، لما العمال عملوها بدير ياسين هن هججوا العالم. الكرة كتير يفوتوا يقتلوا الصغير قبل الكبير، كان العالم خافت وطلعت هجرة، فكر انه يروح يهتهدى القصة ويرجع لبيوته ويرجع لبلده، فكروا هيك يصير 70 سنة يتهجروا مش عاملين شيء. مشان هيك الشعب مش عامل شيء، بدوش يموت، ولا خلينا اطلع جمعة على لبنان ولا على الاردن ولا هذا وبرجع. اوكي، هاي التفكير تاعتهم. طب كثير عالم فلتوا البيوت ومسكروا ومفتح اعطوا لجارب للي بده يدنه، ايش كان بده يدنه بالبيت. الى اين تاخذني يا ابي؟ إلى جهة الريح يا ولدي. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من عزيز الرصاص، تسق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال. ميلي ريتك تسلم ميلي.
ويلي يا يما ما يتحدث. قالت له أمي الله يرحمه الحياة أبوي خدني يا خليل ارميني على الصور. كنا بعيطة. بعد النهار طلع جابوا الزحافات وركبونا وقالوا لنا يلا كمان على عكا. ييه على عكا مين على عكا؟ احنا جينا من هون اهل عكا هربت من هون. جينا رحنا على الجامع اللي لهن اللي حاطط فراد اللي حاطط تناظر وين أزرع على لبنان. إذا هاي الهجانة صارت تقول يا غربية يا غربان اطلعوا من البلاد احتلكم ما تيجي الهجانة طلعكم غصب عنكم. وأبوي محبته بالبلد قال لنا مش طالع من عكا طخوني ومش طالع من عكا يعني يوصل باب البوابة يفتي حاله ويجيب اللي طخوني لو أنا حابب الطخون بس طخوني بصدري أنا مش حابب أموت أكون هربان طخوني بضهري. صغار كنا يعني أنا عمري كان 7-8 سنين وأخوي يمكن عمره سنة وفي كمان بنت أصغر مني والباقي أكبر مني. استردون الكبار صبايا كانوا يقولوا إنه بيمسكوا الصبايا بيعملوا لهم بيسووا لهم فأمي خافة إجت من عز الدين لهون لعكا لعتيقة وقالت له لو أبوي كان يشتغل بالجامعة قالت له لو أبوي بدنا هاجر زي ما بتهاجر العالم كله عم طوروا من اليهود. قال له وين بدك تروحي؟ ايش مكتوب لك بده يصير عليك؟ قالت له عم بيعملوا بفزعوا بعجبوا مش عارف ايش بدنا نهرب. قال له بدك تهرب يا الله معك انا من هون مش طالع. شخصيا من عكا طالع واصل شغل بحيفة وراجع يمكن أرضى بيع بحالي لكن عكا ماني باي. شخصيا من عكا طالع واصل شغلي بحيفة وراجع. أحملنا حالنا إحنا وأمي وخواتي طلعنا بالسفينة من مينا عكا لمينا صور من صور لصيدا من صيدا لبيروت ومن بيروت لطرابلس وهناك التقينا إيش بابن عمه لأبوي. ابن عمه لأبوي زلمة بحري رحنا لعنده على في بلد اسمه هناك المينيا يعني بريت طرابلس على الغرب على البحر فرحنا لعنده لهناك. شو صار ب 48 90% سكان عكا الاصليين هربوا وحوالي مدينه عكا في 9 قرى من الكابري والمنشي وكويكات وعمقة والدمون وغيرها وغيراتها انمحوا في 48 اهاليهن صاروا لاجئين اشي قطع الحدود وراع لبنان وسوريا واشي لاجئ في وطنه واجا سكن بالبيوت اهالي عكا اللي هجروها فسكان عكا الحاليين هم يعني جيل ثاني وثالث للاجئين. مين اجى على عكا؟ اجى على عكا هارب هارب من قريته هارب من مدينته وعكا قوتنا لذلك نشكر عكا ونحتس فيها ونحييها. بيجي مين بقول لك انا اشتغلت لعكا فشرت انت الجزء القليل ما قدرت ما أديته بعدك. عكا صنعت فينا الخير عكا صنعتنا و
واحنا كملنا. فعكا حضنطن، وسور عكا هو الرحم، والسور عكا بيحميه من البحر، وبيوت عكا وشوارع عكا هن هاللي اعطوهن الامان والرزق والامل. فكيف بتكاش تحب بلد حتى لو اجيت عليها وانت مش ابنها؟ فعكا صارت زي ايش؟ بوتقة لصهر. أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. يعني انا بسمع الصبح الساعه 4 الاذان، بقول شكرا الحمد لله يا اخوان الاسلام بيصلوا، بعدين احنا بندوي جرس احنا بنصلي. يعني كل انسان بيصلي في شو اسمه المكان المقدس تبعه، عشان هيك ربنا بيكون راضي وبيبارك اك بلدنا. عشان هيك الناس اللي بيكونوا في عكا بيكون ناس مباركين. يعني هون لما بيجوا من بريت عكا زوار بدهم يشوفوا جامع الجزار، بدهم يعرفوا تاريخه، بدهم يعرفوا شو الموضوع، كيف البناء، بفوتوا بصوروا. سبحان الله، يعني اللي بناه سبحان الله، يعني هذا مهندس عظيم. الجزار منع أي شخص بعكا يبني بيته أعلى من قبة الجامع. ليش؟ بالليل ما كنت تشوف إشي، لا لمبات ولا إشي، عتمي. فكان يحط مرايات ويبعث إشارات ضوئية بسموها موريس لراس الناقورة، لا ومن هناك يكملوا لصور صيدا بيروت إسطنبول. عشان هيك سمى الجامع جامع الأنوار. الناس نسيت كلمة أنوار وتذكرت إيش اسم الجزار، وهيك تغير الاسم. الله خلق آدم قبل ما يخلق الأديان، فأنا بتطلع على الإنسان مش مهم دينه، لأن الدين محبة، تعارفوا تحاببوا وتعارفوا. أنا ختمت القرآن. أنا صار لي 16 سنة
بغادي باكل بشرب محبة في عكا. احنا عايشين بسلام وبمحبة. عكا بقدر اقول انه بيكون رمز مدينة السلام بسبب انه كلنا احنا عايشين مع بعض. بدي ادعيك يعني في عيد الكبير بيجوا لهون اخواني المسلمين واليهود والدروز نحاول يعني نعمل جو بالمحبة، المحبة اللي ممكن يربطنا مع بعض. برمضان نصوم كل شهر مع الجيران، نروح من المدرسة ندرس ونساعد ونروح نوقف نستنى تيقدم. كان يجي المسحر يدق عنا زي ما يدق على الجيران، ويوم العيد يجي عنا بالسلة يأخذ معايد قبل ما يروح عند الجيران. وكان عنا جيران يهود كمان نطلع على الحارة بمصة نحترم اليهود. وهيك أنا كبرت وهيك ربيت بناتي. اصحى يا نايم وصبح الدايم. يعني من 52 إلى 67 كانوا عايشين اليهود كتار هون عنا بعكا القديمة. كانوا يمكن الإحصاء بتقول إنه كانوا هن أخطر مننا بالبعكة القديمة، وكنا إحنا حاسين فين يعني. واليهود ومش يهود ما يشتغلوا بالبحار، يشتغلوا دكاكين إلى إن فتحوا دكاكين. كانوا هن بعد 67 هن خافوا، الحكومة خوفتهم وصار يطلع من البعكة القديمة هن لحالهم. حكا وكل فلسطين ما كان فيها مشاكل بين الديانات، لا عرقي ولا دين. من يوم ما دخلت الحركة الصهيونية على فلسطين هي خلقت هذا الاحترام. يعني بدي أحكي لك قصة. كان جيراننا يهود وبنتين جابت ولد بسن ابن الكبير عصام، ولما تروح بنتين تروح على السينما الولد يخلوه عن سته هناك عنده يبكي، تفوت لعندهم عصام، عصام تردعه يعني. وغابت القصة 20 سنة. بعدها ب20 سنة عنا على الدرج طالع هو الولد وامه من الشباك. ام عصام عرفتها طلع سلمت عليه عبطتها وطلعوا. قالت له بتعرف ليش جينا؟ سكنوا بير السبع. قالت له ليش جينا؟ جاي الولد جاي يشوف اخوه. انا بتذكر عني هون بالبيت يعني انا كنت ولد مثلا تقول لي امي مثلا روح ودي صحن الطبيخ هذا اول ما تصبه أول إشي تصب لظرف للمرأة. لما نقعد إحنا كمان على السفرة نلاقي عدة أشكال ألوان، بامي وملوخية وفاصوليا وعدس، هذا من ظرف لنا، هذا من ظرف لنا، هذا من ظرف، كله عزو على سفرتنا إحنا. إحنا نودي وهن يودوا لنا. فمش بس هاي الإعلامة إنه صحن الطبيخ، العلاقة إنك أنت قاعد عمالك بتفكر بفلان، والله فلان ما عندوش أكل، فلان يمكن اليوم ما اشتغلش، جيراننا يمكن عندي 7 أولاد الله أعلم إذا بكفين الأكل، وهي ودينا كمان صحن أو اللقمة طيبة خلي فلان يأكل منها. كيف أنا بسمع الجيران كانوا إسلام مسيحيين مع بعض، ما كانش يميزوا هذا المسيحي هذا المسلم. إذا المرأة المسيحية كانت تطبخ هيشي كانت تأتي كمان المرأة اللي كانت يعني مسلمة أو بدون تمييز. كمان بدي أقول لكم يعني أنا كرجل دلت في سمت عدة مرات اللي إذا شاب أو صبية أو يعني ولد من أولاد اللي هون الإسلام كان مريض كانوا ينادوش الكاهن خوري فضل أبونا صلي له، أو كان يجي الشيخ يعني في بيت كان يصلي، كان يفوتوا كمان مسيحية يعني كلنا مع بعض يعني ما كانش في هذا التفرقة يعني أنت مسيحي أنا مسلم. في مسيحية كيف كانوا يحكوا بقوا يصوموا مع جيرانهم ويفطروا مع جيرانهم يفطروا مع بعض، وبعيد المسيحية كمان المسلمين كمان والإسلام كمان يعيدوا مع المسيحيين. تلاقي الإسلام أكثر من المسيحية في الدورة، الإسلام أكثر من المسيحية موجودين. تلاقي عيد ما تفرق بين المسلم والمسيحي، بعيد المسيحية تلاقي الإسلام بتعيد، بعيد الإسلام تلاقي المسيحية، ما بقت تفرق. إسا لا سمح الله قضية يعني يموت مسمع المسيحي بتلاقي الإسلام وردات وطلعت فيه، وكمان إسلم كمان تلاقي المسيحية موجودين. ولأسا
كل هاي السياسة العنصرية والتفرقة وكذا ما قدرت تقضي على النسيج الاجتماعي في عكا، لا على النسيج الاجتماعي ولا على أفكار الدينية ولا على النسيج الديني في عكا. وبعدين احنا بنفتخر يعني عكا، عكا أجمل أجمل مدينة موجودة في كل فلسطين وفي كل إسرائيل، فيش مدينة مثل عكا. شوف شو اسم البركة اللي موجودة هون، كل شيء موجود. وأنت الأمان وأنت المسك والريحان، ألبسوك الثوب الممزق لا فلتلبس الثوب المزين. أحبك يا عكا وأنت الأمان، سيجوك بالأسوار يا قلعة الجزار يا درة الميناء والجزار. أحبك يا عكا. عكا بلد القديمة، عكا بلد العظيمة، بدنا بلدنا تبقى إلنا، ما حدا فوق عن عكا بيتخلى. كلنا منحب عكا، كلنا من نسمع غناني عكا الحلوة. يعني من الحارة اللي أنا عشت فيها
هي الغناية كانت مفضلة. واسي 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 عقة على راسي، عقة عربية إسلام ومسيحية، وإن شاء الله بتبقى هيك عقة وتضل عربية إسلام ومسيحية. بلاش تنبيع للأغراب ببلدنا المحبوب ونحبه. ال 48 49 50 نسمع عن برنامج تهويد عكا. من حين ما حكومات اسرائيل استولوا على فلسطين واقاموا دولة اسرائيل، اعتمدوا انه يحتلوا كل الساحل، خاصة المدن اللي تسمى اليوم مدن مختلطة. الساحل كله هاي مدن استراتيجية بدهم يبعدوها عن البحر. اختصبوا يافا، حاولوا مع اللد والرملي. فعكا عملنا كتير مظاهرات بهذاك الوقت، يعني عملوا في السبعينات عملوا مشروع المكر، طلعوا المكر اما ما قدروا يطلعوا كل البلد، رغم انه بعضهم رجع على عكا. سألوا لي خود أسر بحيفا، خود أسر بيافا، خود أسر بتل أبيب وفل الدارات، ولا ممكن، لأن اللي طلعوا بهذاك الوقت أخروهن إنه اللي بده فلت بيته يطلع على المكر، كان قصة إنه يهاجروا عرب للمكر. في ناس إسه عم بيبكوا بهذا الوقت، عم بيبكوا عم بيقولوا يا علوا خش بعكا ولا فيلا برا. لما بسمع بيت انباع قلبي بتنمى، بتأسف أقول لك. بسمع ساكن عم بنهان أو عم بهنو أو عم بفرغوا البيت تبعه، بركض لهناك وبحاول أعمل كل الإمكانيات. ما بعرفش عكا، وجدان كل عكي مش بس لحالي، يعني 95% من عكا في وجدان هاي المواطنين. والله يمكن يكون شو ما كان بيته ما بتنساش عنه. عكا غالي جدا، إذا على زائرها غالي، إذا على زوارها وضيوفها غالي، فكيف إحنا اللي عايشين يا مرحبا. لا أقل من 70-75% النخوة موجودة عند هاي الناس. أنا بدي أقول لك اللي ساكن في مدينة عكا بيهون عليه بيع، بيهون عليه الهوان. أما اللي مدينة عكا بتسكن في داخله في وجدانه لا يمكن يتنازع عن عكا ولا عن بيته ولا عن مدينته. ملاك حرسك يا عكا، كل شارع كل زروب بالمينا، كل بيت كل نفس كل جسد كل روح، وحمينا يا رب حمايتك، ابعد عننا كل شر. بحب البشر وما اقدرش نفصل البشر عن الحجر والحجر عن البشر، لانه بيكملوا بعض. يعني كينونة عكا هي خلاصة النسيج اللي اسمه حجر وبشر عكاوي. بتقدرش تحكي عن المينا او تحكي عن الجامع او تحكي عن الكنيسة او تحكي عن السوق والسور لحاله، لانه بده يكون يتيم زي الايد المقطوعة، زي الوجه اللي ناقصه عين. نكهة في لغة، فعكا جميلة جدا. وسكانها، سكانها ولو انه معظمهم
بعد ال 48 مجمع. اما بعيشتهم الطيبه بشربان ميتها وحياتهم اليوميه جنب البحر بالصور، هالعادات الجميله لا فرق بالدين ولا باللون ولا بالعرق، فالناس اخذت طابع جميل، محبه، تسامح. وعكا بديش اقول لك، يعني انت يعني مثل واحد بكون عطشان شربة مي وعطشان فيش مي، بيجي على عكا منتعش كأنه شرب مي. بهذيك الأيام اللي مش إسا يعني قبل 50 سنة أو 60 سنة، كانت عكا أم الجليل من الناصرة لحدود لبنان، كل العالم تيجي لعكا، اللي بده يبيع خضرة يجيبها لعكا، اللي بده يبيع حمص عدس ترمس فول قمح شعير هذا كله يجيبوه لعكا، واللي بده يشتري إشي يعني إذا مثلا الفلاح نزل من طمرة جاب معه نقلة بطيخ أو نقلة خيار باعها لعكا، بده يشتري كندرة بيشتريها من عكا. يعني عكا هون عاصمة الجليل، مش يعني أنا بقولها، التاريخ بقول. وعكا يعني ترابها في سر هون بعكا، هو التراب هو المي اللي بيحبب أهلها فيها. الفرشة والحاف والمخدي، كل إنسان بيطلع مع عكا أكبر غلط، كل بحر بيطلع من المينا بقول أنا زي السمكة بالضبط، لما ماتت السمكة بموت أنا كمان برا. عكا بتحيي الإنسان، بتحب الإنسان، عشان هيك البحر بفكر مظبوط، بس رزقته صعبة صارت اليوم وبرضه بفكر مظبوط لأجل بلده بضلوا بعكا وبفلت شعكا. عشان هيك أنا بقول لك إذا بطلع حيفا بستنى دقيقة لأبرجع لعكا، لأنه اللي برجع لك بلاقي حالي متريح، يعني في محيط اللي حوالي يعني الحمد لله رب العالمين أمان. أول إشي ربنا زينها في البحر وبالسور وبالفنار وبالجامع وبالكنيسة، ربنا جملها بالأماكن المقدسة وكمل تجميلها في آدم. فهاي الأشياء اللي بتميز عكا، لأن كيف إحنا منشوف لما بكون عندنا احتفال بعكا كل البلاد بتيجي عكا، ليه؟ فيش عندن حمص؟ فيش عندن مينا؟ فيش عندن شخطير؟ عندن، بيجوا عكا عشان سمعة أهل عكا طيبة. يعني العالم اللي فيها عالم دراوي بحبوا الغريم، ساعدوا الغريم، والغريب بده يلاقي يعني إشي كلمة حلوة، مقابلة حلوة، والمعاملة الحسنة هاي كمان مهمة، لأن هي اللي بتجذب الإنسان، إنه
دائمين استقبلك، تفوت على الأرض بتقول السلام عليكم اهلا تفضل، هذا بقول لك تعالوا اقعد جنبي، هذا بيطلب لك شاي، هذا بيعطيك سيجارة، فهذا بتخلي ايش في محبة ومودة بين الناس وبصيروا في ناس بحبوا انه يبقوا هون، لانه احنا صار احنا مشبعين هنا في الاصحاب، مشبعين في التراث، مشبعين في المدينه هاي. الانسان وين بيرتاح؟ بوطنه، بعيلته، بحس في راحه، في امان. فالعكاوي بعكا، حتى اللي بيجي بسكن بعكا بحس انتماء، الاشتياق لبلدي ولاهلي والمحبه والرباط انا ما فقدته، بالعكس انا لقيته بعكا، وهذا الاشي اللي كتير كتير شدني لأهل عكا. يعني اي واحد بيجي بقول لك انا عكاوي، انا بطلعش من عكا، انا بتأملش اطلع، هذا افتخار واعتزاز بهاي الناس، اعتزاز بهاي الناس، مش صدفة هاي الناس تربت على حب عكا وانت مع عكا وتبقى في عكا. تحية لكل هؤلاء الناس، تحية لهم. صغيرتين على ذراعيه وحلق عاليا، خذ النعاس وخبئيني في الرواية والمساء العاطفي، وخبئيني تحت إحدى النخلتين وعلميني الشعر، قد أتعلم التجوال في أنحاء هومر، قد أضيف إلى الحكاية وصف عكا، أقدم المدن الجميلة، أجمل المدن القديمة، علبة حجرية يتحرك الأحياء والأموات في صلصالها كخلية النحل السجين، ويضربون عن الزهور ويسألون البحر عن باب الطوارئ كلما اشتد الحصار، وعلميني الشعر. بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي، والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المآسي، شمسك يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي، والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المآسي، ولو كتر هموم الدنيا انتي ام البيت واسي، واسي يا اخي واسي، واسي عكا على راسي، واسي 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 عكا على راسي. خلاص قرفتني بدي اروح. لا لا اخر كلمه انت تقولها. انت ايش اخر كلمه حابب تقولها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب لا احد شوي. خلاص انا صرت صهيوني انت. خلصنا. انا شو مفكر شوي شوي. مسك شوي. لسه بدي اخذ ايديك لحالها. غير حكي. ممتاز. اغسل ايدي. قلبك مفتوح وواسع، فنارك عالفخورة بالعتم عم بيلامع، بالكرم للنقورة قلبك مفتوح وواسع، فنارك عالفخورة بالعتم عم بيلامع، والحرم قلب الحرم وكنيسة حد الجامع، والحرم قلب الحرم وكنيسة حد الجامع، أحلامي فيكي خلقت واسي 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 عكا على راسي، واسي واسي
غنيها لنا. اه بس بدك بدك ايدك لانه ايدك تطلع من الفريم تكون برا ايدك يعني كلك تبين. خذ راحتك. عبد الله بيع الكاس كان زلمي باله ممتاز كان يضل هو حمار وذكرنا بجرس الاستاذ عبد الله من مدي ماتوا بعدها عم تمشي العجلات عم تقلط كل الحارات وتنادي يلا يا كاز عبد الله بيع الكاس عبد الله بيع الكاس كان زلمي باله ممتاز كان يضل هو حمار وذكرنا بجرس الاستاذ عبد الله من مدي ماتوا بعدها عم تمشي العجلات عم تقلط كل الحارات وتنادي يلا يا كاز عبد الله بيع البحرية والمراكب قلبي المينا بالدمي البحرية والمراكب قلبي المينا بالدمي وريس عساري راكب بنادي شدوا الهمة البحرية والمراكب قلبي المينا بالدمي البحرية واسي واسي عكا